يعني انا ليا سنه، انا ليا سنه الضغط عليها جامد جدا، انتقدت بطريقه جامده جدا، ساعات بنتقد كوره وساعات ما بنتقدش كوره، لكن انا عمري ما طلعت اتكلمت او حصل مني تصرف مش كويس. ممكن يبقى بعض الاخبار الناس بتتكلم عليا وعشان انا ما بتكلمش، لكن انا راجل مركز في شغلي. لكن انا عارف ومتاكد في 100% ان وجودي في النادي الاهلي هو في حد ذاته نجاح. لكن انا من الناس اللي عايزه تعمل نجاح وتعمل اسم في النادي الاهلي ويفضل اسم موجود مع النادي الاهلي. وانا مقتنع 100% ابراهيم ان الناس الجمهور ما هوش مشكله مع عمرو ولا معاه مشكله مع الناس بتحب النادي الاهلي. صحيح. والناس بتحب اللي بيجيب اجوان، يعني ما هو يمكن في ناس عندها وعي كروي زياده عن الناس، وفي ناس بتعرف تحلل عن الناس، لكن في الاول وفي الاخر الناس بتتجمع ان الناس بتحب تشوف الفرقه بتكسب والفرقه كلها ماشيه كويس. فانا واخد انا عارف الحاجه دي كويس قوي، وانا انا 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 لغايه النهارده انا عارف ان انا لسه ما عدتش نص مستوايا في لكن انا حته المشاركه الكابتن حسام عرف يجيبني فيها وعرف يديني سنه والثقه بدات تقل عندي، لان لعيب الكوره ثقه ابراهيم برضو. وقال لي قال لي المره اللي فاتت في المداخله عمرو كلمه مهمه قوي، قال لي انا بقول لعمرو وقلتها له قبل كده انه يهدى، هو عمرو مستعجل شويه على نفسه، مشدود شويه عشان عايز يسجل. فانا ملاحظ ان انت من اول ما ابتديت تهدى عمرو على نفسك والقصه اللي بتكلم فيها الثقه دي، وانت الامور بالنسبه لك فرقت كتير. حتى يعني خلي بالك يا ابراهيم مش كمان الماتش فات واللي جاي انا مع تقدم ماتشات انا من نوعيه اللعيبه اللي انا الحمد لله بتعلم من غلطي. يعني انا مش ما بكبرش، فاهم؟ او ما فيش حد في الكوره بيكابر، لان الكوره غداره ابراهيم. الكوره بتيجي في مره والكوره بتيجي عليك في مره، فلما تيجي عليك لازم تطاطي وتعرف يعني تعرف تطاطي وتعرف تشتغل اكتر اكتر من 100%. صحيح. فانا النهارده انا هشتغل كمان لغايه ما اجيب مستوايا ولغايه ما بحس بنفسي في وقت في الملعب الواحد بحس ابراهيم بيه انا قادر اعمل حاجات زياده عن اللي عندي. أي. انا لسه ما عرفتش، مش هوصل لدي الا لما اعدي حاجه معينه. وانا حاطط ستيبس لنفسي. ممكن يكون الوقت اتاخر، لكن انا النهارده عندي 25 سنه. يعني قدامي ان شاء الله لو ليا عمر وفي النادي الاهلي وان انا اكمل ليا فتره، قدامي فتره، فلازم يبقى انا صبور على نفسي. لازم الناس برضو فيها تبقى في دعم من الناس شويه. الناس بص الدعم المعنوي بيفرق مع الناس كتير جدا. لكن انا الحمد لله الفرقه بتاعتي واللعيبه اصحابي كلهم عارفين امتي وانا ما بقصرش، وكابتن حسام هو شايف. انا كنت العب في ماتش السوبر، لكن كابتن حسام يعني ظروف الماتش التلات تغييرات كلهم مضطررين، يعني الماتش ما ظروف الماتش ما خدمتهوش. لكن اللي جاي ان شاء الله باذن الله هتعب اكتر وهتعب في التمرين اكتر عشان اقدر اكون قد المكان اللي انا موجود فيه. يعني ان شاء الله عمرو هتبقى موجود في المنتخب والمعسكر اللي جاي، جات لك المعلومه ولا لا؟ والله انا سامع يعني، وبصراحه من منتخب الناس محترمه قوي. انا انا بره كنت بره البطوله ابراهيم، وكنت بره ماتش غانا وماتشات كتير مهمه. لكن ربنا يعلم انا كنت ببقى قاعد في المعسكر يعني انا كنت ببقى قاعد كاني معاهم وبشجع عامل ازاي. وانا في يوم من الايام بعد ماتش تشاد كنت انا ما بلعبش، ومستر كوبر خدني ولعبت ماتش تشاد كاس عام، يعني كنتش بلعب بصفه مستمره اساسيه. يعني هو مقتنع بيك جدا الراجل مقتنع بيك جدا. يعني لا انا بقول على حاجه يعني قبل كده والناس تشهد، يعني طلعت كنت في احد يعني القنوات واتكلمت، ناس بتكلمني ان يعني في ناس بتقول ان ده بيلعب وانت النهارده بتشارك وثقه الراجل. قلت لهم كلمه، والكلمه دي متاخده عليها لغايه النهارده. قلت لهم ان تيشيرت المنتخب ملك للعيبه كلها اللي بتلعب في الدوري وملك لعيبه مصر كلها، لكن هو كل واحد ليه وقته وليه توقيته اللي بيشتغل فيه. يمكن النهارده مش توقيتي ويمكن النهارده مش توقيت لحد التاني، لكن مفيش حد بياخد رزق حد. صحيح. اللي بيكمل كلنا بنخدم المنتخب. والله يا عمرو انا عاجبني دماغك، عاجبني فلسفتك، والله عاجبني دماغك يعني يا عمرو. يعني اللي بيكمل اللي بيكمل اسم التيشيرت بتاع المنتخب مش اللعيبه. يعني النهارده اللي بيكمل التيشيرت، فالنهارده لعيبه هتيجي كله بيخدم المنتخب، لكن مفيش حد بيخدم مصلحته الشخصيه. فانا قلت الكلمه دي وربنا يعلم انا موجود مش موجود، انا هفضل في اصل ده منتخب مصر، شرف لان انا اشجع منتخب مصر. فموجود مش موجود هدي 100% ان شاء الله، لو موجود او مش موجود باذن الله.